فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. هذا من الأدلة من السنة على أنه سيحصل في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه منها، يعني نصيبه من الدنيا. وهذا في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، والبحرين المراد بها هجر، وهي بلاد الأحساء في ذلك الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم على أن يدفعوا من المال ما شرطه عليهم، فأرسل أبا عبيدة يأتي بهذا المال الذي تم الاتفاق بين أهل البحرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولما علم الأنصار بقدوم أبي عبيدة جاءوا مسرعين في آخر الليل وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. ليس من عادتهم أنهم يأتون بهذه الكثرة رضي الله عنه. رضي الله عنهم. هذا يدل على حب الإنسان للدنيا حتى ولو كان من أقوى الناس إيمانا، فإنه يحب الدنيا ولا يلام على ذلك، لا يلام على محبة الدنيا، ولكن يلام إذا أسرف في محبة الدنيا وقدمها على الآخرة، هذا هو الذي يذم. أما كونه يحب الدنيا، الله جل وعلا قال وتحبون المال حبا جما حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. حب المال يعني هذه غريزة جعلها الله في الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام تعجبا من يعني حب الإنسان للدنيا حتى ولو كان من أهل الإيمان القوي ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عجب صلى الله عليه وسلم وتبسم، يعني ضحكا خفيفا. هذا عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان ضحكه التبسم، وإذا بالغ في ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقهقه بالضحك وإنما كان يبتسم، وإذا بالغ بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، تعجبا من حبهم للدنيا مع قوة إيمانهم.